السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم متابعين صفحة وقناة الورش. في الأول أنا بشكركم على أن الصفحة وصلت ل 200 ألف متابع، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم وبفضل دعمكم ومشاركاتكم اللي بتعملوها للفيديو، وكمان التعليقات الجميلة واللايك اللي بتحطوا للفيديو، لأن ده كله بيساهم في رفع الفيديو. لما طلبت من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمني في الصفحة، كنت بطلب منه أن الصفحة تكون مشهورة ومحتوى كويس، محتوى ما تكسفش منه قدام أولادي أو قدام زمايلي في الشغل، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان. النهاردة هتكلم في الفيديو بتاعي على حاجتين بيهموا ناس كتير، بدليل أنهم دايما بيسألوا عليه على الموضوع ده في تعليقات في الصفحة، أو حتى لما بعمل بث مباشر دايما بيسألوني في الموضوع ده. إيه هما الموضوعين دول؟ الموضوع الأولاني هو أنا لو فصلت التلاجة فترة كبيرة، إيه اللي يحصل لها؟ إيه اللي يحصل لو أنا فصلت التلاجة فترة كبيرة، هسافر مثلا أو كده. النقطة الثانية، لو أنا هنقل التلاجة من مكانها، إيه الحاجات اللي لازم أراعيها وأخلي بالي منها لو أنا هنقل التلاجة؟ مش هتكلم في تفاصيل كتير عشان الناس اللي بتقول أنت بتطول الفيديوهات، بس دي صفحتي وأنا حر. المهم، خلينا نتكلم الأول على نقل التلاجة. لو هنقل التلاجة بتاعتي من مكانها، لازم أراعي إن التلاجة بتاعتي تتفصل 4 ساعات بعد ما نقولها. طب قبل ما نقولها أفصلها قد إيه؟ دي مش لازم، يعني لو ربع ساعة كويس جدا. دي نقطة. النقطة الثانية، هوريكم دلوقتي في الفيديو ان الموتور بتاع التلاجة فيه 3 مواسير، ماسورتين، واحدة طالعة على الشبكة وواحدة تاني رايحة نازلة من الفريز. في الماسورة الثالثة مقفولة، هي قطعة ماسورة كده وعليها حاجة. لما تيجي تنقل التلاجة، ميل التلاجة بتاعتك على الناحية المقفولة دي، خلي التلاجة تميل على الناحية المقفولة، ما تميلش على الناحية اللي فيها الماسورتين اللي طالعين. ليه بقى؟ لان موتور التلاجة فيه زيت، فانت لما بتميل التلاجة على الماسورتين دول، الزيت ده بيطلع يمشي في المواسير، ولما بتستقر التلاجة في مكانها تاني تيجي تشغلها، الزيت ده بيندفع جوه الدايرة، يعمل لي سدد في دايرة التبريد، وتلاحظ ان التلاجة حصل فيها مشكلة، سواء بقى الموتور يعطل او يقف لان حصل سدد، او ما تبردش تاني. فلازم تخلي بالك من الجزئية دي، وزي ما قلت هوريكم ان شاء الله الماسوره اللي ينفع انقل عليها الثلاجه، او اميل الثلاجه لو انا واخد الثلاجه بتاعتي ورايح انقل في مكان تاني، او لو حتى هنقلها في البيت بتاعي من مكان لمكان. طيب لو شديت الثلاجه بتاعتي وهي واقفه كده، سحبتها وهي واقفه كده ووديتها في مكان تاني، لازم افصلها فتره بعد ما انقلها؟ لا مش لازم، ولكن لو تديها بس ربع ساعة عشان لو فيه حصلت أجرجة من الزيت ولا حاجة يبقى كويس، لكن لو هتنقلها زي ما هي رأسية كده مفيش أي مشكلة إن شاء الله هتحصل للتلاجة بتاعتك. يبقى قلنا قبل ما أفصل التلاجة ممكن أفصلها ربع ساعة عشان الزيت يكون مستقر في مكانه. والنقطة التانية، بعد ما أنقل التلاجة أيا كانت طريقة نقلها بقى، هخليها 4 ساعات من غير شغل، لكن لو نقلتها على الماسورة المقفولة نص ساعة كويس جدا وكفاية، وهتكون أضمن ليك إن مش هتحصل مشكلة إن شاء الله. الموضوع التاني اللي عاوز اتكلم فيه يا جماعة في الفيديو بتاع النهاردة، لو انا فصلت التلاجة مدة من الزمن، يعني مثلا 2 3 شهور، ممكن يحصل فيها ايه؟ لو فصلت التلاجة مدة كبيرة، اللي بيحصل ان انا عندي مواسير ماشية في الجناب دي، المواسير اللي ماشية في الجناب دي دايما فيها ضغط فريون، فصل التلاجة وفيها رطوبة مترصبة حواليها، فيحصل هنا حاجة اسمها الخلية الجلفانية او الصدأ في المواسير. لا، الصدأ ده اللي حوالين الماسوره، لان المواسير دي في الغالب مصنوعه من الحديد اللي هي ماشيه في الجناب بتاع الثلاجه، بيحصل ليها زي ما قلنا صدأ وفي ضغط جواها، فالضغط اللي جواها ده عاوز يطلع، يروح منين بقى؟ من اضعف مكان في الماسوره. فبعد فتره من الزمن لما تيجي تشغل الثلاجه بتاعتك تلاقي ان الثلاجه ما بتبردش. ايه اللي حصل؟ الفريون اللي فيها اتسرب. ليه؟ نتيجه ان انا ركنتها فتره، فتكون صدع على المواسير لان دايما حواليها رطوبه، والفريون اختار اضعف مكان ويلا طلع منه. وبالتالي النصيحه اللي بننصحها لكل الناس، ما تركنش التلاجه بتاعتك اكتر من 1 أو 2 شهور. طب انا مضطر اوقف التلاجه بتاعتي، يبقى تشتغل في الاسبوع 2 أو 3 ساعات، لكن ما ينفعش تفضل فتره طويله التلاجه بتاعتي مفصوله، لان هرجع الاقي حصل فيها مشكله. وطبعا احنا في غنى عن ده، لان طبعا اسعار الصيانه بتاع التلاجات كبيره، وكمان اسعار التلاجات الجديده كبيره. طب لو انا مسافر سنه او سنتين اعمل ايه؟ ادي التلاجه بتاعتك لحد، ولما تنزل ان شاء الله اشتري غيرها، افضل ما تخليها وترجع تلاقيها بايظه او بيعها، ولما تيجي بالسلامه اشتري غيرها لو انت مش عاوز تديها لحد كده وخلاص. الموضوعين دول موضوعين مهمين جدا، اتسالنا عليهم كتير في الفتره دي في الصفحه وفي القناه كمان، فحبينا نرد عليهم.
يلا بينا دلوقتي هوريكم الماسوره اللي هي المفروض لو بنقل الثلاجه تكون الثلاجه في الناحيه بتاعتها عشان نكون في امان اكتر. وزي ما قلت وعملت بالحاجات دي ان شاء الله هتفضل الثلاجه بتاعتك سليمه. شكرا لكم على دعمكم للقناه وللصفحه، وان شاء الله دايما بنقدم لكم حاجات مهمه ومفيده. ادي يا جماعه الثلاجه بتاعتنا اهي، بدات احركها عشان هنقلها. تعالوا هوريكم دلوقتي لو هنميلها هنميلها على اي ماسوره من المواسير اللي قدامنا دي. ادي ظهر الثلاجه اهو، بنزل عند الموتور. بص هتلاقي هنا في ماسورتين اهو طالعين فوق، مالناش دعوه بيهم. الناحيه دي فيها ماسوره واحده اهي ومقفوله، يبقى الثلاجه تميل على الجنب ده، تبقى الثلاجه كده تميل على الجنب ده اللي فيه ماسوره واحده ومقفوله. ولو عملت الحكايه دي انقل الثلاجه، لو شغلتها بعد ربع ساعه هتشتغل معاك من غير مشاكل، واذا ما حصل فيها مشكله على ضمانتي يعني، بس بشرط تنقلها على الماسوره دي. ولكن برضو زياده امان لما تنقل الثلاجه على الاقل تريحها حوالي ساعه لو هتنقلها على الماسوره دي كمان. لكن لو هتنقل وانت راكنها هناك او مش متاكد لازم تستنى 6 ساعات عشان تشغل التلاجة. يبقى الناحية اللي هناك دي 6 ساعات، الناحية دي كام يا جماعة قلنا؟ اركنها نص ساعة أو ساعة وعلى ضمانتي مش هيجرى لها حاجة، بس لازم تميلها على الناحية اللي فيها الماسورة دي، لأن الزيت هيروح فين؟ هيميل هنا ويقف في الماسورة المسدودة. لكن لو الزيت مال هنا هيمشي من في المواسير دي يدخل جوه التلاجة أو جوه مواسير التلاجة بتاعتنا.